وبمناسبة النعم فاحنا هنبدأ منزلة الرضا. خلصنا التقوى وخلصنا اليقين وخلصنا التوكل وخلصنا التسليم، 4 منازل وكلهم مربوطين بالإحسان، وبنبدأ الآن المنزلة الخامسة، منزلة الرضا. إيه جمال الرضا ده؟ إنك تعيش مبسوط ومبسوط بمزاجك وراضي. وأنا بحب قوي 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 كلمة ابن القيم: الرضا باب الله الأعظم ومستراح العابدين وجنة الدنيا. يا الكلام اللي... وهو الحقيقة لما تتذوق الرضا هو عبارة عن كده. الحقيقة معنى الرضا خطير. معنى الرضا إنك شايف الحلو والوحش، مش معنى الرضا إنك متخدر أو مغمي عينيك أو ساذج ويا سلام الدنيا وردية. لا 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 لا، الرضا معناه أنت شايف الحلو والوحش، لكن تركيزك على الحلو مغطي على وجعك من الوحش. وده معنى راقي، معنى حلو، ومعنى مش مثالي، ومعنى متوازن، ومعنى أي حد من اللي بيشوفنا يقدر يجيبه. أيوة أنا حياتي فيها حاجات حلوة وفيها حاجات وحشة، بس أنا اختياري إن أنا نركز على الحاجات الحلوة أكتر من الحاجات الوحشة، فالنتيجة يكون عندي رضا. وبالتالي هو موضوع قابل للتحقيق. يعني عايز تجيب الرضا وتبقى شايف الحلو أكتر من الوحش، هتقولي يا عم ده كلام نظري. آه عملي بالذكر، بكلمة الحمد لله. روشتات الدكاترة دلوقتي بقى فيها انت محتاج تتمشى، كل دكاترة النفسيين تتمشى كل يوم 3 ساعة وانت بتعيش مع الجراتيتيود. لا لازم اقولها بالانجليزي عشان الناس تعرف ان ده علمي، يعني الامتنان. يا عم هو ده ورد الذكر بتاع الرضا بتاع الحمد لله. طيب في واحد عالم نفس اسمه كارل روجرز، اتكلمنا عليه قبل كده. الراجل ده بيقول ايه؟ بيقول لك ان نتيجة تراكم الحاجات الوحشة في حياتك بيحصل وانت مش بتزلها، بيحصل بعد كده حاجة جوه اسمها كتلة الألم. كتلة الألم دي عاملة زي كتلة صلبة متكلسة كأنها يعني جوه مسببة لك شعور على طول إنك تعيس. ليه تعيس؟ لأنك ما بتنظفش أول بول الألام اللي عمالة تتراكم حتة فوق حتة فوق حتة لغاية ما بقت كتلة صلبة كأنها متكلسة كده جواك، عاملة زي عقدة. كويس؟ طيب تزال ازاي؟ قالك انت مالكش حل لتفتيت، عارفين اللي بيفتت الحصوة، لتفتيت كتلة الألم النفسية اللي جواك إلا انك تمارس الامتنان الجراتيتيود يوميا. انت محتاج كل يوم الحمد لله 100 مرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ ما بين الأرض والسماء. وهو صلى الله عليه وسلم كل حاجة تلاقي كلمة الحمد لله كتيرة في حياته صلى الله عليه وسلم. حتى وانت بتعطس بتقول الحمد لله، حتى وانت بتاكل خلصت الأكل الحمد لله، حتى وانت بتبدأ دعائك تبدأ دعاء بحمد الله. يعني كلمة الحمد في حياة النبي في يوم النبي ملصقة الأغلب تصرف. تشرب مية الحمد لله، تصحى من النوم الحمد لله الذي أحياني. إيه ده إيه ده إيه ده، كل خطوة فيها الحمد لله علشان يكون جزء من حياتك، عشان الرضا يكبر، عشان تتفتت كتلة الألم. أنت محتاج تقول كل يوم 100 مرة الحمد لله. بس في حاجة تانية بيقول لك الحياة المعاصرة، واللي بيطلع الحتة دي برضو هنرجع تاني لعلم النفس الإيجابي، واحد اسمه مو جودت. ومو جودت احنا اتكلمنا عليه قبل كده، مر بتجربة ابنه مات فكان تعبان جدا نفسيا، وبدأ علشان يعني يواجه ألمه يعمل دراسة في علم النفس ازاي يواجه الألم. فالراجل ده قالك مشكلة الناس بالذات في العصر ده ومع الانترنت والسوشيال ميديا، ان هم فاكرين ان هم عشان يوصل للرضا والسعادة لازم ينبسط على طول. انا مبسوط ولازم كل يوم كل يوم كل يوم لازم، والا يبقى انا مش. فهو فاهم الانبساط غلط، وفاهم السعاده غلط، وفاهم الرضا غلط. على فكره حتى ده بقى في الاولاد الصغيرين، يعني تلاقي الولاد في وسط ما هو بيلعبوا يقول لك هنعمل ايه بعد شويه، يا عم طب هو انت مش مبسوط دلوقتي؟ لان هو عايز على طول ياخد حقنه انبساط، حقنه بقى العقل نتيجه السوشيال ميديا، انك عمال تتفرج على ناس على السوشيال ميديا مبسوطين على طول، هي دي مش حقيقه حياتهم، بقيت متخيل كده. بيقول لك مو جودة بيقول كلام رهيب، بيقول لك منتهى الضرر
انك تفضل على طول في حالة انبساط يومي، كل شوية عايز كل ساعة انبسط، كل يوم انبسط. ليه؟ قالك لانك كل ما بتنبسط انبساط غير عادي بيتفرز هرمون الدوبامين المسؤول عن الحماسة والنشاط. ده انت هترهق ارهاق. تخيل دوبامين دوبامين دوبامين. قالك ده موضوع مضر جدا، ده لو انت حصل كده انت هتبقى في حالة ضرر شديد جدا، انت هتحول لمدمن. طب ما الايه؟ ما الحل ايه؟ قال لك الحل ان يبقى عندك مجموعة من الحاجات الطبيعية الثابتة الاساسية اللي بسطاك. مهما بقى راحت الحاجات اللي بتبسط وغابت كتير، يبقى عندك مجموعة اساسية ما بتسيبهاش. فقام ربنا سبحانه وتعالى برحمته، عشان عارف خلقتنا وعشان عارف انه مضر دينا ومش حقيقة الحياة انك مبسوط على طول على طول على طول على طول، يعطينا مجموعة من النعم. المجموعة من النعم دي مش شرط كلنا عندهم السبع نعم، لان انا اراهم وده هنا حتة من عندي، هم سبع اكبر. ممكن واحد يقولي لا في اتنين تانيين في تلاتة تانيين، ومش كلنا جايبين السبعة بالكامل. واللي جايب السبعة يا بخته. ما السبعة دول بيعملوا ايه؟ تعويض طبيعي عن الانبساط اليومي. مش محتاج ان انت تبقى اكسايتد على طول، طول ما السبعة دول موجودين، بشرط انك تستحضرهم دائما وانت بتذكر، تفضل فاكرهم ومتذكرهم. يعني حلقة النهاردة عبارة عن ايه؟ حلقة النهاردة عبارة عن نعم سبعة كبرى وللأسف منسية، بننساهم من كتر ما تعودنا عليهم، مع ان هم دواك وهم اللي يخلوك محافظ على الرضا ومحافظ من غير ما تبقى اكسايتد ومتحمس ليل ونهار وتتعب وترهق. طول ما السبعة دول موجودين او اربعة منهم موجودين، انت زي الفل، انت عشرة على عشرة، والمفروض تبقى راضي. ايه بقى القاعدة بتقول ايه؟ القاعدة بتقول جدد حمدك وشكرك وامتنانك لله بتذكر واستحضار. استحضار، حاسسه بكلمة استحضار مهمة جدا. النعم الكبرى المنسية في حياتك، وستصل لأعلى درجات الرضا مع الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. جدد جدد. على فكرة الرضا ذكر في القرآن 62 مرة، منهم 5 مرات رضي الله عنهم ورضى عنه، رضا متبادل بين العبد وربه. ولما الإمام الشافعي واحد سأله قال إمام متى أطمئن أن الله راضي عني؟ قال إذا رضيت عنه رضي عنك. لأن العلاقة متبادلة وتبدأ منك، أنت يرضي هو يرضى. فالقاعدة بتاعت النهاردة إيه؟ ممكن لو سمحت تكتب السبعة اللي أنا هقولهم النهاردة وترضى عنهم وتستحضرهم وتتذكرهم. جدد حمدك وشكرك وامتنانك لله على بتذكر واستحضار النعم الكبرى، أنا آسف، المنسية في حياتك. هيحصل إيه؟ وستصل لأعلى درجات الرضا مع الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. تيجوا نعيش مع السبعة؟ هتقولي بس أنا عندي واحدة كبرى منسية غير السبعة. طبعا طبعا، بس أنا بقول دول الأساسيين قوي، اجتهدت فيهم، ده اجتهاد من عندي، السبعة اللي هقولهم النهاردة. عشان كده ما كتبتش رقم السبعة هنا، لأنها ممكن نختلف، بس خليك فاكر النعم الكبرى المنسية ايه يا ترى؟ ايه؟ يلا نبدأ واحدة واحدة. اول واحدة نعمة الصحة، انك واقف على رجليك. بس عندنا امراض، كل الناس عندها امراض. يا كتفي، يا رجلي، يا مش عارف ايه، يا عيني، يا واقف على رجليك ولا مش واقف على رجليك؟ واقف على رجلي. قول الحمد لله، قول الحمد لله قوي، بحسها قوي واستحضرها قوي. وكل ما تمسك ورد الذكر، على فكرة أحلى حاجة يا جماعة، ده حاجة مهمة قوي، وانت بتقول الحمد لله 100 مرة بتاعت كل يوم اللي هي الدواء بتاعك، كل 4 عدات الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ابدأ بتذكر نعمة كبرى منسية في حياتك، أو خلاص مش هتبقى منسية بقى، هتبقى متذكرة ومستحضرة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله إن أنا واقف على رجلي. ونقصد بصحتك هنا واقف على رجليك. كلنا يا درسي، يا مش عارف إيه، ده أنا عندي صداع بيجي لي كل، يا عم واقف على رجليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح معافا في بدنه
آمنا في سربه، بيقفل باب بيته في أمان، عنده قوت يومه، ما عندوش أكل بكرة، عنده أكل النهاردة، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. وأنا أقرأ الحديث ده زمان أقول يعني بس كده قليل قوي، هو بيتكلم على النعم الأساسية اللي تخليك دايما راضي. معك الثلاثة دول مبروك، بس أول واحدة فيهم إيه؟ معافى في بدنه. سيدنا أيوب نبي من الأنبياء، سيدنا أيوب 18 سنة شلل رباعي، نبي الله أيوب شلل رباعي، يعني ما ينفعش يتحرك، ما ينفعش يأكل نفسه، كأن ربنا بيضرب به المثل. مراته لازم هي اللي تأكله، مراته اللي بتقلبه بالليل 18 سنة. لما مراته اضطرت تشتغل عند الناس عشان يأكله لأنه مش قادر يشتغل، وبعدين الناس خافوا يكون اللي مرض اللي عنده مرض معدي فطردوها، طب عايزين ناكل بكرة، فاضطرت إنها تقطع ضفرتها وتبيعها في السوق عشان يأكلوا بيها. وبعدين قالت له أفلا تدعو لنا، تعبنا. قال كم لنا في البلاء، بقلنا قديه في الابتلاء؟ قالت 18 سنة. قال وكم نعمنا الله؟ قالت 30 عاما. قال قد نعمنا أكثر مما ابتلانا. حتى لو حصل حاجة في الصحة. قالت فادعوا لنا. فلما دعا دعا يبصوا لنفسية، ربي إني مسني الضر. مسني؟ مش دمرني؟ مش دمرني الضر؟ شوف الأدب مع الله. بص النفسية الحلوة، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اركض برجلك، أنا ما بتحركش، اخبط برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. وإيه علاقة الشيء البارد وموضوع طبي ومش عايزين ندخل فيه؟ خبط في رجله، مراته رجعة شفي، فقالت له هل رأيت زوجي؟ هل مر بك زوجي؟ ما عرفتوش. قال أنا أيوب. يرجع لك صحتك في يوم. يقول الأطباء اللي يقولوه، تعلق بمالك الملك، من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. أيوة والله، والله صدقت، والله صح صدقت يا رسول. قولي الحمد لله. تاني القاعدة، جدد حمدك وشكرك وامتنانك لله بتذكر واستحضار النعم الكبرى المنسية، وستصل لأعلى درجات الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه. النعمة التانية، نعمة الأهل والعيلة. احمدي ربنا، مش احمدي ربنا بس على وجودهم، احمدي ربنا ان في ناس ما تعرفش مين ابوها وامها. من حوالي 10 سنين دعيت ان انا ازور مؤسسة اطفال، اطفال الاحداث. ايه اطفال الاحداث؟ اللي هم اطفال شوارع عملوا جرائم، فما بيروحوش لدور ايتام، بيروحوا لمؤسسة احداث اللي عملوا جرائم. كانت اول مرة الحقيقة، فرحت لما شفت الولاد 10 سنين، 9 سنين، 8 سنين، 12 سنة، اللي واخد مطوة في وشه واللي وجهه يظهر عليه آلم السنين ووجع السنين وفقد الأب والأم، من جوايا افتكرت ان ولادي ربنا مدينا نعمة كبيرة قوي. وقعدت شوية مش عارف اتكلم، وبعدين قعدت افكر اقول لهم ايه. قلت احكي لهم مثل حد من الصحابة كبير يتعلقوا بيه. احكي لهم مين؟ احكي لهم سيدنا بلال. فبدأت احكي عن سيدنا بلال وازاي تعب في حياته وازاي اوذي وازاي اتعذب وازاي بعد كده بقى ناجح جدا وبقى هو اعلى واحد، لانه لما بيطلع يأذن يطلع يأذن من حاجة عالية فبقى فوق الناس كلها. وبدأ الولاد وشهم يشرق، يا حبيبي. وخلصت وجالي ولد صغير قال لي أنا صوتي حلو ممكن أقدم، أنا نفسي أبقى بلال عشان أطلع على حاجة عالية. أنا ما زلت فاكر الموقف لأن أنا عيطت قدام الولد، حضنته عشان أخبي دموعي. قلت له يا حبيبي اطلع الدور التاني وأذن. جيري وطلع الله أكبر الله أكبر،
أنا كنت ببكي وهو بيأذن كأني بسمع أحلى أذان في حياتي. قولي الحمد لله على نعمة الأهل والعيلة، قولي الحمد لله على أبوك وأمك، قولي الحمد لله على أخواتك، قولي الحمد لله على أولادك، قولي الحمد لله من كل قلبك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. النعمة الثالثة المنسية، نعمة إيه؟ نعمة الحفظ واللطف، وحط الاتنين جنب بعض. أنت يا إما محفوظ من الله، يا إما جات لك لا قدر الله مصيبة فنزل لطف الله. أنت بين حاجتين كبار قوي، يا حفظ يا لطف. يا جماعة هو مين اللي حافظنا؟ يا جماعة ده احنا في عالم صعب قوي، ده الكرة الأرضية بتجري جريان رهيب، وطيارات وعربيات هو أنت اللي حافظ نفسك؟ هو أنت اللي حافظ ولادك؟ ده الطفل الصغير ده الذي لا يعي ممكن يعمل 100 حادثة من أول ما يحط إيده في كبس الكهرباء ويموت. مين اللي حافظ مين؟ هو أنت يا منة اللي حافظ عيالك؟ ولا ربك اللي حافظهم؟ بصوا الآية اللي الناس مش واخدة بالها منها، له معقبات يعني ملائكة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. من يعني بأمر الله؟ أنت محاط بمجموعة من الملائكة دورها أنها تحفظك، فإذا وقع لا قدر الله مصيبة نزل اللطف. قولوا الحمد لله الحمد لله اللي حفظ ولادنا، قولوا الحمد لله اللي حفظنا، قولوا الحمد لله اللي حفظ اللي حوالينا، والحمد لله على لطفه لو وقعت لا قدر الله مصيبة. ثالث نعمة، نعمة الصحة، نعمة الأهل والعيلة. الثالثة نعمة الحفظ واللطف. النعمة الرابعة الكبيرة نعمة الستر. كلمة ستر الشيء غطاه، ومنها جت كلمة ستارة، ومنها جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فاكر سترنا قد ايه؟ والله نعمة كبيرة قوي يا جماعة. ده احنا عندنا ذنوب لا قدر الله لو قعدنا نفكر فيها عملية قاسية جدا. فاكر الذنب اللي اتستر 20 سنة؟ فاكر الذنب اللي كنت بتخبي وشك يا حسن لو ابوك وامك عرفوه تبقى مصيبة وستره وهو شايفك؟ مش بس ستر ذنوب، ستر العيوب. كلنا عندنا عيوب، يا عيوب في الشكل، يا عيوب في تصرفاتنا، يا وضع مالي عايز استره، يا وضع اجتماعي مش عايز احكيه، وهو سترك. اما في كلمة جميلة قوي، دعاء حلو قوي، يا من اظهر الجميل وستر القبيح. مش بس الذنوب، تخيل لو جلدة الوش دي مش موجودة، محدش يقدر يبص في وش حد لأن هيبص على أوعية دموية. يا من أظهر الجميل وستر القبيح. تخيل لو مشاعرنا وخواطرنا لما نغضب بتتكتب على وشنا، تخيل مع مديرك مع مراتك، يا من أظهر الجميل وستر القبيح. تخيل لو الذنوب لها ريحة، محدش يقدر يقعد جنب التاني. تخيل تعمل الذنب يتكتب على جبينك، فلان كذاب والعياذ بالله. طب ما حصلت مع بني اسرائيل، يعملوا الخطأ من كتر الفجر يتكتب على باب البيت. سترك قد ايه؟ بس خلي بالك، حافظ على رصيدك من الستر، لانه يفضل يسترك 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 لغايتها. لا لسه انت جوه الستر، جوه الستر. لا الحمد لله، يا سلام ستار، قول الحمد لله على الستر. بس خلي بالك، اذهب الى فرعون انه طغى. امتى وقع فرعون؟ لما طغى، لما اوعى تعدي الرصيد، اوعى تعدي الرصيد، هتتفضح هتتفضح، خليك جوه رصيد الستر. طب ما انا مش عارف رصيد الستر ده قد ايه، اعرفه قد ايه؟ ترجعه بالاستغفار، فتفضي كوبايه تاني فترجع صفر. يا رب ده انت ستار وبتدينا، لو الإناء اتملى لغاية ما حوصل لمرحلة رجع صفر، استغفرك واتوب اليك. يلا رجع رصيد الصفر تاني كل يوم. لو انت محافظ على الاستغفار انت مستور، انت في ستر الله. النعمة الخامسة نعمة الوجود، نعمة انك موجود. يا جماعة الروح دي، الروح دي السر يا جماعة. احنا بنصحى كل يوم. يا محمود، ايه رأيك لو قلت لك هديك 1,000,000 جنيه؟ حلو؟ هاته مش كده؟ فورا فورا. طب هديك 1,000,000 دولار، هاتهم مش كده؟ هاتهم قوي، هاتهم قوي. طب يا زكريا هديك 5,000,000 دولار، رائع؟ حلو؟ على حسب. لا حلو ولا مش حلو؟ حلو حلو دلوقتي، حلو بس ما تصحاش بكره. لا
طب 10 مليون ولا اليوم قيمة؟ طب 100 مليون ما بشتريش يا دكتور. تخيل روحك أغلى من 100 مليون دولار. يا عم ده أنا لو جيت الصبح وديت لك إزاي الصلمية دي هدية وقلت لك أنا مديك الصبح الإزاي دي هدية هتقعد تشكرني. يا عم ده بيديك روحك كل يوم وما بتقولش الحمد لله. اللهم لك الحمد. يا عم ده انا مش بديك ازازه ميه، ده انا بديك روحك كل يوم. ده انت كل يوم بتصحى الصبح. عرفت ليه النبي كان اول ما يصحى الحمد لله الذي احياني بعدما اماتني؟ نعمه انك موجود. نعمه الهواء، الهواء انك بتتنفس. تخيل لو امريكا هي اللي متحكمه في الهواء. يعني الهواء مش متشاف ليه؟ عشان ما حدش يتحكم في نفسك. تخيل لو امريكا بتتحكم في الهواء يحصل ايه؟ لا محدش يتحكم في هواك، وجودك انا اللي مأمن لك وجودك. تخيل عشان تاخد النفس لازم انت اللي ماسك الرئه بتاعتك. تخيل كم نفس بنعمله. فتيجي تكلمني يا عبد الحميد، يا دكتور انا عايزك حاجه. والله يا عبد الحميد استنى عليا شويه، لسه عليا 5000 نفس لازم اخلصه. وعمال ماسك. يا سلام. نعمه الوجود، نعمه الموجود، نعمه الموجود وانك انسان. بص على قطه في الشارع، بص على كلب في الشارع، بص عليه كده كويس. الحمد لله اختارك اعلى رتبه بين الكائنات. بص على حته رمله، حته حجر، حته صخره، اعلى رتبه في الكائنات الانسان. وكمان مؤمن. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، احلى المخلوقات عند الله. عشان كده اسجد الملائكه لابوك. طب النعمه السادسه المنسيه، نعمه انك مش منسي. يعني ايه لا قيمه في الوجود؟ انت عندك شغلانه ولا قيمه وبتعمل حاجه لربنا. انت عندك شغلانه ولا قيمه في الحياه؟ انت عندك شغلانه ولك قيمه؟ انت عندك شغلانه ولك قيمه؟ انت عندك شغلانه. في ناس منسيه على هامش الحياه. شوفوا دي نعمه بسيطه جدا، نعمه ان ربنا علمني، نعمه ان انا ليا قيمه، نعمه ان انا بعمل حاجه مفيده، نعمه ان انا بعمل حاجه انا ليا قيمه، بشتغل حاجه، بضيف حاجه، نعمه ان انا مش منسي. السامري في قصه سيدنا موسى ده ولد كان معقد، اصله كان موهوب نحات منسي. فلما سيدنا موسى ذهب للقاء ربه انفجر، طلع عقده. فإيه؟ فعمل لهم عجل له خوار، لما يدخل فيه الصوت يطلع صوت رهيب. عملوا لأنه نحات شاطر. فقال هذا إلهكم وإله موسى، فنسيه. فلما رجع سيدنا موسى قال وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وكان عقبته إيه؟ يرجع منسي تاني. اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، محدش هيقرب منك ولا يتعامل معك. احمدوا ربنا أن لكم قيمة في الحياة. النعمة الأخيرة السبعة، نعمة أن الله وحده لا شريك له. نعمة أن ربنا إله واحد لا شريك له. بصوا الآية الحلوة، ضرب الله مثلا رجلا سلما لرجل ورجل فيه شركاء متشاكسون هل يستوون عند الله؟ يعني حد فاهم؟ إيه رأيكم في واحد له شخص مسؤول، له سيد واحد بس، له مدير واحد بس، واحد 10 بيتخانقوا عليه؟ تخيل لو أنت في الشغل وفي 10 مديرين بيدوروا شغلك، تخيل تتقطع قد إيه؟ تخيل لو كانوا 10 آلهة تطيع مين؟ ضرب الله مثلا رجلا سلما لرجل ورجل فيه شركاء متشاكسون. الله يا رب على المثل، احمدوا ربنا إن هو إله واحد. شوف القرآن ها كان تبقى حياتكم شكلها إيه؟ احمدوا ربنا إن أنتوا مسلمين موحدين، أن لا إله إلا الله. سبع نعم كبرى ممكن تملأ قلبك بكلمة الحمد لله. ممكن تقول، ممكن لما تمسك ورد الذكر بعد كده طول ما أنت بتقول الحمد لله تفتكر النعم الكبرى المنسية حياتك، أهلك وعيلتك، صحتك، حفظ ربنا لولادك، الستر، إنك موجود وإنك إنسان، المية والهواء، إنك مسلم وإنك عبد لله، إنك لك قيمة في الحياة. هتقولي في حاجات تانية كبيرة، ده اللي أنا طلعته، طلع أنت كمان.
بالعكس يا ريت تبعتولي النهارده ويبقى ده الواجب العملي، ابعتولي نعم كبرى في حياتكم. كل واحد يكتب، كل واحد يكتب ايه النعم الكبرى، عشان وهو بيقول ورد الذكر الحمد لله يفتكر النعم الكبرى في حياته. عايز تعيش راضي، عايز ترضى، جدد حمدك وشكرك وامتنانك. على فكره الحمد غير الشكر، الحمد هو الثناء اللفظي على الله الحمد لله، والشكر تحويل الثناء اللفظي الى عمل. اداك نعم ايه؟ اشكر عليها من جنسها. اداك قوه استخدمها لطاعه الله، اداك فلوس استخدمها لطاعه الله، ده الشكر. عشان كده ربنا قال اعملوا آل داوود شكرا. انا مش عايز شكر نظري، انا عايز شكر عملي، اعملوا شكرا. طب والحمد؟ الحمد انك تقول بلسانك وبقلبك الحمد لله، جدد حمدك وشكرك وامتنانك لله بتذكر واستحضار النعم الكبرى المنسية في حياتك. اسمع بقى الكلام ده عشان الحلقة دي للـ90% من صحابي شكاية. رضي الله عنهم. كل صحابي شكاية. يعني ما زلنا مع منزلة الرضا، ومنزلة الرضا خلصنا أول حلقة امبارح والنهاردة ماشيين معها. بس النهاردة الكلام اللي في الرضا كلام مش الكلام العادي. دايما احنا متعودين الرضا ارضى عن النعم اللي انت فيها، وده قلنا امبارح. طب بس تيجوا ننزل تحت شوية، يعني تيجوا ننزل عمق شوية. ايه العمق؟ تشوفوا الفكرة بتاعت حلقة النهاردة ولها علاقة شديدة بفكرة الرضا. في خطين في الحياة، خط العمر وخط الدور في الحياة. الخطين دول لو قدرت تمشيهم جنب بعض وتشبكهم في بعض وتخليهم مغزولين في بعض، انت تعيش احلى حياة في الدنيا. نشرح اكتر، بس دي الفكرة العريضة. خط العمر معروف، هتعيش كم سنة، هتعيش قد ايه. طب ما الخط الدور ايه؟ دورك في الحياة ايه؟ لا لا مش الاكل والشرب، لا 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 لا، ده مش الاكل والشرب، مش ان انت ماشي في طاحونه عشان تاكل وتشرب وعلشان تجيب فلوس وعلشان تربي عيالك. لا 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 لا، انت ما اتخلقتش عشان تتجوز وتخلف وتاكل وتشرب وتموت. لا 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 اكيد لا لا، مش ده المقصود بخط الدور. امال ايه المقصود بالخط الدور؟ ايه الاضافه اللي اضفتها في الحياه؟ بصمتك في الحياه. مصطفى صادق الرافعي كان اديب عظيم جدا، له كلمه جميله جدا بيقول لك اذا لم تزد في الحياه شيئا كنت انت زائدا على الحياه. لو ما زودتش في الدنيا بقيت انت زياده يا اخي مش احسن. خط الدور، ايه الاضافه اللي اضفتها؟ عايز تمشي من الحياه وسايب حته حلوه ايه؟ على قدك بس سايب حته حلوه. ايه الدور اللي اضفته؟ ولا انت جيت اكلت وشربت ومشيت؟ يا اخي ده ربنا بيقول وجعلنا لكم فيها معايش، انتوا يعني هتعيشوا خلاص يعني، ما ده العيشه، ده مش الدور. لا لا ارجوك افصل بين الكلام. خط الدور ده بيجي منين؟ ممكن يجي من مهنتك بشرط النيه. هو دكتور بس انا مش هدفي اعمل فلوس وبس، ده انا عايز اساعد الناس وعايز اعالج الناس وعايز اخلي الانسان اقل الما. هو مدرس، انا مش هدفي اخد فلوسه بس، انا عايز اطلع جيل ينقذ الاسلام والمسلمين لان انا عايز اعلمهم احسن تعليم. هو فنان، انا مش ارزقي هدفي ان انا اخد قرشين واروح بصرف النظر عن القيم، انا عايز اقدم قيمه تفيد الناس وتسعدهم وتخلي حياتهم افضل. هو رجل اعمال، انا عايز افتح بيوت مش عايز اعمل فلوسه بس. انت نيتك ايه؟ ده المقصود بخط الدور، لانه ممكن يكون هو هي ست بيت، انا قاعده في البيت وخلاص. لا ده انا بطلع جيل، وابني ده ان شاء الله يكون له دور عظيم في الاسلام. ايه خط دورك؟ او ممكن تقول خط دوري، لا انا مش مكتفي ان انا مهنتي خليت فيها نيتي، لا ده انا عايز اضيف، انا عايز اشتغل عند ربنا في حاجه للايتام، انا عايز اشتغل عند ربنا في موضوع لاصلاح المجتمع، انا عايز اشتغل عند ربنا في منهج تعليمي يخلي الناس مستواهم احسن زي مشروع التعليم اللي احنا عاملينه في مشروع الاحسان، انا عايز اضيف حاجه غير مهنتي. يا سلام لو الاثنين، الله. طيب هو ده ايه علاقته بالرضا؟ يا جماعه ربنا خلقنا في الحياه لينا تاريخ وفاه محدد، صح ولا لا؟ مكتوب مش كده؟ وبالتالي مكتوب معاه رزقك اللي هيجي لك لغايه اخر يوم، لان من مقتضيات انك عايش ان رزقك مضمون، ميه وهواء واكل وشرب وفلوس وعيال الاثنين كويس؟ فربنا ضامن لك طول ما انت موجود على قيد الحياه، ضامن لك ايه؟ رزقك، صح ولا لا؟ مش ممكن يسعدك بالمضمون، لازم يسعدك بالمطلوب.
في فرق بين المضمون والمطلوب. الرزق مضمون والدور مطلوب. بصوا الحديث القدسي: عبدي خلقتك لي وخلقت الكون من أجلك، فلا يشغلك ما خلق لك عما خلقت أنت له. مش هيبسطك ولا هيرضيك بالمضمون، لأنه مضمون، هيبسطك وحيرضيك لما تعملي المطلوب. حلو الحديث القدسي: عبدي خلقتك لي وخلقت الكون من أجلك، فلا يشغلك ما خلق لك عما خلقت أنت له. عايز تجيب السعادة، دور على خط الدور. ويا سلام بقى لو خط الدور مربوط بخط العمر. طب يعني ايه؟ اخترع لنفسك دور يا اخي، كبر دورك، اعمل استريتشنج للدور بتاعك. ليه مبسوط انك عايز تنجح وتخلص الدور بتاعك بسرعة؟ يا عم طول الفيلم لغاية ما عمرك يقرب يخلص، ومد الاتنين مع بعض، ويشبك الاتنين في بعض، واربط الاتنين في بعض عشان تموت وانت احلى سعادة. انت الكلام ده كلام علمي ولا كلام كده من عندك؟ كلام علمي. في واحد خد جايزة نوبل اسمه دانيال كانمان، عمل حتة دراسة على مستوى سعادة الناس، فهو اكتشف اكتشاف خطير: كل ما خط العمر اتربط واتغزل بخط الدور، هؤلاء الناس بدراسة عملها، عمل ريسيرش على عدد كبير من الشخصيات الشهيرة، يموتوا سعداء. ولو خلص خط الدور وخط العمر مكمل فاضي، لا يموت سعداء. وقام ضارب مثل باتنين: واحد عمره خلص مع دوره ومات سعيد، واحد دوره خلص قبل عمره بكتير فالدنيا باظت منه تماما. مين الاولاني اللي ضربه في الكتاب بتاعه؟ نيلسون مانديلا. قال لك نيلسون مانديلا دون اتولد في جنوب أفريقيا، هو أسود، عنده مشكلة أن حقوق السود مهضومة أمام البيض، فبقت عنده دور في الحياة عايز أرجع حقوق السود، فأم قرر يخلي مهنته لها علاقة بالدور بتاعه، فدخل كلية حقوق. فطلع من كلية الحقوق محامي عايز يأكل عيش، فبدأ كل ما تجيله خمس قضايا أربعة منهم يأكل منهم عيش، واحد ببلاش الحق من حقوق السود، فانتشر ان هو بيدافع عن حدود السوق، وعمره عمال بيكبر، وصل لحاجة و30 من عمره عمال يدافع عن دوره. كانت النتيجة انه اتسجن، دخل السجن 20 سنة، كان ممكن يقول انتهى دوري وينهار. فبدأ يألف كتب فكرية عن حقوق السود، بقت هي المرجعية بعد كده لحقوق السود. فقضى في السجن 20 سنة بيأدي دوره، فطلع من السجن فاستمر انه هو يدافع لغاية ما استرد حقوق السود وهو عايش. فاتعملت انتخابات، فدخل الانتخابات فبقى رئيس جنوب أفريقيا، قرب سنه دخل على الحاجة و60، وخط العمر عمال يتربط بخط الطول وبخط الدور، وعمال يكبر وعمال يكبر لغاية ما خلص مدته. قال كفاية عليا كده، أنا حطيت الهدف، خلص الانتخابات بتاعته، تقاعد، مات. مش دي قصة نيلسون مانديلا؟ الراجل بيقول إيه؟ عندما يمتد خط العمر ويتشبك في خط الدور، أنت في حالة رضا وسعادة. ولو خلص خط الدور قبل خط العمر، تنتهي السعادة. يعني أعمل إيه؟ مد خط دورك يا أخي، ما عنديش دور، اخترع دور، دور لنفسك على دور. طب خلص دوري، اعمل دور جديد، اعمل استريتشنج للدور بتاعك، ادعي إن ربنا يرزقك دور، قول يا رب شغلني عندك. أهي دي وسائل كلها. خد نية حلوة في شغلك، إيه أول ما تلاقي حاجة، أي حاجة ارمي نفسك فيها. طب أعمل دي، ارمي نفسك فيها، مد بقى، مد الخط، يا رب شغلني عندك، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، يا رب. شوفوا دعاء النبي كل يوم الفجر: اللهم هب لي من لدنك عملا صالحا يقربني إليك. ده دعائك يا رسول الله؟ يا رب اديني كل يوم عمل يعني إيه؟ اديني دور يا رب، ابعت لي دور في الحياة. ها، ارمي نفسك في أي حاجة، أي فرصة قدامك، ما تستصغرش دور، اعمل أي دور، ويا رب كبرهولي، ويا رب مد في عمري. قاعدة النهاردة بتقول ايه؟ إذا أردت أن تديم رضاك عن حياتك، فمد خط دورك مدا، واربطه ربطا متقنا بخط عمرك، حتى تلقى الله راضيا مرضيا. والله يا جماعة، اللي أنا بقوله لكم ده طريقة حياة.
طول ما انت في ساقية الاكل والشرب وبس. بشتغل زي اللي ماشي في ساقية، بشتغل عشان اعمل فلوس عشان اكل الولاد، بشتغل عشان اعمل فلوس عشان اتجوز، بشتغل عشان وبعدين وبس. ما هي العيشة كده. مين اللي قالك ان العيشة كده؟ غلط. مش هتسعد. انت 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 لازم تشتغل طبعا، ولازم تكافح، وكلنا بنكافح وكلنا بنحاول نعمل فلوس، بس في الاخر في دور، في الاخر في دور. بص، اذا اردت ان تدين رضاك عن حياتك فمد خط دورك في الحياة واربطه ربطا متينا بخط عمرك حتى تلقى الله راضيا مرضيا. ونضمنها ازاي دي؟ لا انا ضامن عمري ولا ضامن دوري. لو نويت ربنا هيعينك، لو نويت وخدت خطوة ربنا هيطول لك في عمرك ويعملها لك. يعني ازاي يعني؟ بص الآية الجميلة اللي بتقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فالعلماء في تفسيرها، طب وهم يضمنوا ازاي؟ ان هم قالك من عاش على شيء مات عليه وبعث يوم القيامة عليه، فمن عاش حامدا جاء في السماء بروحه تحمد الله، ومن عاش ذاكرا تسبح روحه بين الملائكة، ومن مات ملبيا وهو بيعمل عمره بعث يوم القيامة ملبيا. انت عشت على ايه تموت عليه؟ عشت على دور حيمدلك في عمرك. يا جماعة، هو انا كنت اتخيل ان ولد صغير اللي هو العبد لله عنده 16 سنة بيحلم يبقى له دور ومش لاقي دور لأنه لسه صغير، فبيدور على أي حاجة، فيقوم جايب 5 ولاد يقعد يعلمهم قرآن عشان هو ده اللي قدامي. وكنت فرحان بيه قوي، فرحان بيه جدا. أنا بعمل حاجة للإسلام، بعلم 5 أولاد القرآن. الكلام ده كان سنة كام؟ كان عندي 16 سنة. أنا عندي الوقت 55 سنة. يا رب، هانت هانت اهو كل العمر ده. الحمد لله، ان شاء الله يا رب انا اعيش حياة حلوة. انا فعلا كان خط دوري في الحياة مربوط بخط عمري. يلا بقى اللي باقي بقى، يلا الحتة اللي باقي هانت. طب تيجي نضرب امثلة، نتفرج على امثلة. النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي. مات امتى؟ مات لما نزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم. مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد الآية دي بأسبوعين، لأنها نزلت في حجة الوداع، اسمها حجة الوداع. وبصوا الآية، أكملت لكم دينكم، اكتملت الرسالة. فعاد النبي وكانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم، فسيدنا أبو بكر الصديق قال هذا نعي رسول الله. قالوا ليه بتقول كده؟ جبتها منين؟ قال إذا اكتمل الدين فما بقى النبي بعده. ينفع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عايش والدور اكتمل؟ طب يعني. ولذلك من آيات النبوة، أو من دلائل النبوة، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الآية دي مباشرة اكتمل الدور. طب تعالوا نمسك كده الخلفاء الراشدين. سيدنا أبو بكر الصديق دوره إيه؟ تثبيت الرسالة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت محتاجة 2 سنين، بات بعد 2 سنين. طب سيدنا عمر بن الخطاب دوره إيه؟ الفتوحات الإسلامية، لما اتفتحت مصر والشام والعراق وفلسطين والمسجد الأقصى واستلم مفاتيح المسجد الأقصى، كمل الفتوحات الأساسية. في فتوحات بعد كده بس دي الأساسية. توفى سيدنا عمر بن الخطاب. طب سيدنا عثمان بن عفان كان دوره ايه؟ تثبيت شرعية الخلافة، مات بعديها. طب سيدنا علي بن ابي طالب كان دوره ايه؟ انا مدينة العلم، نقل العلم لجيل تاني، لانه واخد العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. لما طلع الحسن البصري وجيل الحسن البصري وشربوا منه، وفاة سيدنا علي بن ابي طالب. ايه ده؟ ايه الوضوح ده؟ يا بختك، يا بختك يا كندا، يا بختك يا منا، لو طال دورك وتربط في عمرك. يا بختك يا محمود، لو قعدت سنين بتدور على دور وبعدين اداك الدور وكملت عمرك لغاية ما تموت. طب خلص الدور معناها ان انا حموت؟ اخترع، طلع دور تاني. يعني ايه اخترع؟ طلع اي دور، وما تستهونش بالادوار الصغيرة. هو سيدنا الارقم ابن ابي الارقم صحابي، كل دوره في الإسلام إيه؟ واسمه كبير، لا يمكن تفتح كتاب سيرة إلا ما تلاقي بالخط العريض الأرقم ابن أبي الأرقم. أيوة بقى، عمل إيه بقى سيدنا الأرقم ابن أبي الأرقم؟ فتح بيته للنبي بس كده. بيته واسع شوية يا رسول الله، خلي لقاءاتك بالصحابة. فكل الصحابة اتربوا في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم بس كده. ما تقوليش أصلي ده دور
روح أي دور وربنا حيكبره لك. بس هو الأحلى والأحلى عشان الناس بس ساعات بتقول بس لازم يكسب في الآخر. الأحلى والأحلى إنك تموت ودورك لسه مخلص. العكس إن خط عمرك يخلص قبل خط إيه؟ قبل خط يقوم ربنا يبارك وتفضل حي بعد ما تموت وتفضل ذكرك عايشة ويفضل ربنا سبحانه وتعالى كأنه يحييك بذكراك بعد موتك لغاية ما الدور يكتمل. وده من كرم الله لأنه هو الشكور لازم يرجع لك. مين المثل على كده؟ السيدة خديجة. أصل هو السيدة خديجة كان دورها الأساسي تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم ودفع النبي صلى الله عليه وسلم للأمام ومساعدة النبي صلى الله عليه وسلم. هي دورها كان السند والدافع للنبي صلى الله عليه وسلم. أول من سجد لله بعد رسول الله السيدة خديجة، أول من شهد الشهادتين بعد قبل سيدنا أبو بكر السيدة خديجة، أول من أسلم واحدة ستة يا جماعة. ولم نعم في ليلة كانت هي الأم، في ليلة كانت هي الأمة لوحدها، يعني هي كانت الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ودي حاجة عجيبة للستات إن واحدة ستة هي أول من بدأ هذا الدين. ولما رجع النبي من غار حراء يقول زملوني زملوني، يعني مين اللي ثبته؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا، السيدة خديجة. بص رواية الحديث، وأخذته من يده، تعال معايا يا محمد، وراحت لابن عمها قالت اسمع من ابن أخيك، لأن ابن عمها كان دارس أديان. قال له أنت نبي هذه الأمة. ده السيدة خديجة. ماتت السيدة خديجة ولسه الإسلام والمسلمين في وسط الأزمة وفي وسط الأيام الصعبة في مكة، ويروح النبي المدينة. والسيدة عائشة تحكي ما غيرت من أحد من نساء النبي كما غيرت من خديجة. وهي ماتت ونساء من كثرة ما يذكرها النبي، من كثر ما يذكرها. تقول تأتيه المرأة فيترك الناس ويجلس إليها، يقول لها وكيف أنتم وكيف حالكم بعدنا؟ أقول له من هذه المرأة يا رسول الله؟ يقول كانت تأتينا أيام خديجة، واحدة ست عادية. لدرجة أن هي مرة قامت قايلة إيه نص الحديث كده، خديجة خديجة خديجة. أما زلت، حتى قالتها ثلاث مرات، خديجة خديجة خديجة، أما زلت تذكرها وقد وراها التراب وقد أبدلك الله من هي خير منها؟ أبدا. ما سبهاش ورد عليها فورا وافتكر خط الدور. آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني إذ حرمني الناس. يا ولذلك يوم فتح مكة النبي داخل مكة، أين ستقيم يا رسول الله؟ عند قبر خديجة. أنصبوا لي خيمة عند قبر خديجة لتشهد مصر كما شهدت أيام جهاد وأحزان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. هل ده كان وفاء بس؟ لا، خط دورها، حقها، عطاء الله لها. أنا أبويا دكتور، وأنا طول عمري نظرتي لأبويا من العيادة للمستشفى للبيت، أبويا شغلته دكتور. عمري ما جه في دماغي طب وهو أبويا بيفكر إن الموضوع ده دور ولا ده علشان نعيش إحنا وعشان أكل عيشنا، لغاية ما جت الكورونا. أبويا في الوقت ده في السبعين من عمره كلنا كنا بنقول له ما تنزلش، وأبويا يقول أبدا دي رسالتي، أبدا كل يوم ودكاترة كتير الحقيقة عملوا كده، دي رسالتي لا يمكن. يوميها اكتشفت أبويا مش عايش علشان عشان يعيشوا بس، ما فوتش يوم. طب الدكاترة الشباب ينزلوا أنت كبير، أبدا كل يوم. أبويا من دعائه لغاية النهاردة يا رب ما تموتنيش إلا وأنا بشتغل. تعرف تخلي مهنتك كده. في واحد عظيم في مصر الله يرحمه اسمه الحاج محمود العربي. الحاج محمود العربي ده رائد الصناعة في مصر. الراجل ده من بلد في المنوفية، راجل بسيط جدا، اتمنى أمنية يفتح مصانع ويشغل آلاف العمال، يفتح بيوتهم ويحميهم من البطالة بنية صادقة لله.
وربنا رزقه من وسع بنيته الحلوة وفتح مصانع وشغل آلاف العمال والفلوس ما غيرتوش. كنت أزوره لغاية ما مات. يا سلام يا سلام على الإيمان، يا سلام على اللي بيزرعه في العمال من قيم وأخلاق ودين، كل الحاجات دي. وقبل ما يموت تمنى إنه هو يكمل 10,000 عامل بيشتغلوا، رقم رهيب. وكمل العدد توفى. لو شفتوا جنازة الحاج محمود العربي، لو شفتوا العزة، عارفين العزة، تخيلوا العزة عمل ايه في طريق صحراوي، طريق زراعي بين بلدين، لان مفيش مكان جوه المدن يسع. ان شاء الله الاف واقفة طوابير، ولازم القرآن يخلص بسرعة عشان يدخل الاف غيرهم ويدخل الاف غيرهم. لو قدرت يا عبد الحميد تمد خط دورك وتربط ربط بعمرك، هتعيش سعيد قمة الرضا عن الحياة. عايز اقول كلمة للستات، عايز اقول ايه للستات؟ اوعي تستهويني احيانا ان ممكن ما يكون لكش اضواء كبيرة، ممكن يكون دور صامت من وراء الستار ويكون دور من اعظم الادوار. عارفين زي مين؟ السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة فاطمة احنا مش مدينا حقها، احنا مش فاهمينها كويس. السيدة فاطمة دي، ده النبي بيقول لم يكمل من النساء إلا أربعة، خديجة وفاطمة ومريم وأسيا امرأة فرعون. إيه فيها إيه السيدة فاطمة؟ السيدة فاطمة عمرها ما روت حديث يعني مش هتلاقي حديث روته فاطمة. يا سكتة، بس هي الحقيقة الوحيدة اللي عاشت مع النبي من بيت، من الأسرة الكريمة النبوية كلها. قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. كله توفى. هي شهدت وفاة أمها السيدة خديجة، وشهدت وفاة كل إخواتها 7، شهدت وفاة زينب أختها الكبيرة، وشهدت وفاة رقية أختها الوسطانية، وشهدت وفاة أم كلثوم أختها اللي أكبر منها على طول، وشهدت ولاد وفاة الأطفال كلهم، القاسم وعبد الله وإبراهيم، وهي الوحيدة اللي عايشة. وكان ممكن تتألم ألام شديدة، بس هي قررت تعمل لنفسها دور، ودور عجيب جدا. أنا سندك يا رسول الله في حياتك الشخصية، أنا وراك يا رسول الله، أنا البهجة اللي في حياتك. هي اللي تهتم بأكله ولبسه صحته، هي اللي تطمن عليه، هي اللي تجيب له الحسن والحسين عشان يلعب معهم وعشان هو بيحب وجودهم. هي الروح الحلوة ومسكة نفسها من ألام الماضي عشانك يا رسول الله. ستات كتير سند لأجوازها ولولادها وما تتكلمش كتير، وهم فاكرين إن ملهاش دور، وهي عارفة هي بتعمل إيه. أنا بحب السيدة فاطمة، أنا بحب السيدة خديجة جدا، وبحب السيدة فاطمة عشان هي حتة من السيدة خديجة، وهي السيدة خديجة جدة الحسن والحسين اللي كل نسل النبي منهم، فهي أم المؤمنين وأم نسل النبي كله. هي حاجة، بس فاطمة فقدتهم كلهم، بس أنا سندك يا رسول الله، لدرجة أن النبي قال عليها فاطمة أم أبيها. إيه؟ مفروض بنت أبيها؟ إيه ده؟ يا رسول الله اللقب فاطمة أم أبيها، لدرجة النبي لما جات اتجوزت سيدنا علي بن أبي طالب ما قدرش أنها تبقى ساكنة بعيد، محتاجها، فاشترى بيت في ظهر بيوت زوجات النبي اللي يعرف فيكوا باب جبريل، من ورا باب جبريل هناك بيت النبي السيدة فاطمة وسيدنا علي بن أبي طالب، سكنهم جنبه، ولا يمكن يشوفها إلا ما يبصها في قرطها. هي البهجة، هي الحنان. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم خلص دورها، ده دور ما ينفعش يتعوض، فكان من رحمة ربنا إنها تموت بعد النبي 6 أشهر. خلص دورك يا فاطمة، تعودي في الدنيا تعملي ايه؟ ومش هتلاقي دور، مش هينفع تجيبي دور زيه. ولذلك اول مرة تتكلم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروى عنها شيء الا كلمتها اللي احنا وزكريا قاعد هنا من كام يوم، ام قايلها، وقفت في وسط الناس تقول يا ابتاه عمرنا ما سمعنا صوتك يا فاطمة، يا ابتاه اجاب ربا دعاه، يا ابتاه الى جبريل ننعاه،
يا أبتاه جنة الفردوس مأواه. الكلام الكبير عمرها ما تكلمت، النهاردة قالت الكلام الكبير ده. ولما دفن النبي صلى الله عليه وسلم نادت أنس بن مالك، قالت يا أنس أطابت أنفسكم؟ قدرتوا أن تضعوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قدرتوا تحطوا التراب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان لازم تموت السيدة فاطمة، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، عشان النبي عارف ان كفاية كده خلاص دورك خلص يا فاطمة. وهو بيموت نداها وقال يا فاطمة اني ميت الليلة، فبكت فقال يا فاطمة انت اول اهلي لحاقا بي، فضحكت خلاص ما انا حاول اعمل ايه، ما هو الدور خلص، يبقى القى قابله. قاعدة النهاردة، إذا أردت أن تديم رضاك عن حياتك فمد خط دورك في الحياة مدا، واربطه ربطا متينا بخط عمرك حتى تلقى الله راضيا مرضيا. ده كانت فكرة النهاردة، كلام عميق في الرضا، مش الرضا بس، شكر النعم. لو بقالك دور يا عم روح شوف لك حاجة تعملها، اطعم الطعام، اعمل مطبخ لإطعام الطعام، اعمل حاجة للأيتام، انوي مهنتك لله واصدق فيها، اعمل أي دور ولو صغير، ساعد بني آدم، شير حاجة، قول للناس اللي حواليك حاجة، جمع ولاد الحيلة وكلمهم في الدين، انشر الكلام اللي احنا بنقوله ده، اعمل أي حاجة، اعمل أي حاجة، ادعي يا رب استخدمني، يا رب شغلني عندك، أي حاجة أي حاجة، مد دورك على قد ما تقدر. حلقة النهاردة ما زلنا في منزلة الرضا وقواعد الفهم عن الله، ازاي نعيش في الدنيا دي واحنا فاهمين، فننور فنفهم فننطلق فنصلح. سبع منازل روحية عايشين بيهم، تقوى ويقين وتوكل وتسليم، والنهاردة آخر حلقة في منزلة الرضا، المنزلة الخامسة من السبع منازل اللي بتوصل للإحسان واللي بتودينا لسكة الإحسان. منزلة الرضا النهاردة معنى عميق قوي قوي. يعني ايه معنى عميق قوي؟ يعني قول اللي انت عايزه في الرضا، بس من غير دي انت فاقد 70% من رضاك، تصدقوا 70% من رضاك. والبداية هتستغربوها جدا، انت حاسس انك منتمي للإسلام؟ الإسلام ده دين رائع، دين عظيم، رسالة الله الأخيرة إلى الأرض، كتاب الله الأخير إلى البشرية القرآن. عاصم انت حاسس ان الإسلام ده حتة منك؟ حبيبة حاسة انه حتة منك؟ انا الإسلام بيجري في عروقي، انا لحمي ودمي علي. اكتر حاجة اتمناها في ابني انه عاشق للإسلام، بحب الإسلام قوي قوي. يا ابني ابوك ربنا ما حطوش في الحته اللي هو فيها، لو سالتين طب ايه المقومات اللي كان عندك؟ ولا حاجه، كنت اي كلام خالص، ما عنديش حاجه خالص، ساذج جدا والله والله. كان عندي حاجه واحده بس، شديد الغيره على الاسلام، بحبه قوي، بغار نفسي كل حاجه الناس تسمعها من وانا صغير. لو حسيت بمعنى الانتماء للاسلام، لو فهمت معنى دعاء النبي او ذكر النبي، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وليه حطها في الرضا؟ ما كان يقول انتميت لله ربا والإسلام دينا. علاقة الرضا بمسألة الانتماء علاقة عجيبة. يعني إيه منتمي؟ يعني أنا منتمي للإسلام؟ في ناس بتصلي والصوم لكن مش منتمي، هو بيأدي على فكرة، ممكن يكون يصلي أكتر منك وممكن يكون بيصلي أكتر منك بس مش منتمي. يعني مش منتمي، مش حاسس، ما يهزوش الإسلام كده، مش بيجري في دمه، مش حتة منه، مش بيغير عليه، مش فخور بيه، مش منتمي إليه. أوحى الله تبارك وتعالى إلى جبريل، يا جبريل أهلك القرية، أهلك قرية كذا في مكان كذا. قال يا رب إن فيها فلان عبدك العابد. قال به فابدأ، إنه لم يتمعر وجهه من أجلي قط، عمر ما وشه أحمر علشان حاجة مزعلاه عشاني. به فابدأ. في ناس يا جماعة مكسوفة من التدين، مش فخور، مكسوف. هو مكسوف إنه يقول إنه متدين، أحيانا ممكن يكون مكسوف إنه يقول إنه بيصلي. في ناس مكسوفة، في بنات مكسوفة إنها محجبة،
في ناس لما كانت ترند الإقبال على التدين يلا كلنا معهم، ولما يقل الإقبال على التدين لا أنا يعني أنا كول أنا يعني مش أعرف واحد بيقعد في وسط أصحابه بيشربوا يقولوا طب أنت ما بتشربش ليه؟ هو متدين، يقول لهم أصلي ما بحبهاش عشان مكسوف يقول حرام، ما بحبهاش عشان مكسوف يقول إن هي حرام. أنت مكسوف من دينك؟ أنت مكسوف من تدينك؟ أنت مكسوف إنك تفتخر إنك مسلم؟ بصوا القرآن وجمال القرآن، أول آية في سورة الأعراف، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، اوعى تبقى مكسوف منه. لا يكن أحدكم إن مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن أحسن الناس أحسن أصلهم متدينين، وإن أساء الناس أساء، ولكن إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا فلا تفسدوا. خليك زي ما أنت، شوف انتماء النبي صلى الله عليه وسلم، قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وهو بيقول لعمه والدنيا كلها ضده، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني ادوني كل اللي بيطلع عليه النهار من كنوز وفلوس، ووضعوا القمر في شمالي كل اللي بيطلع عليه القمر ليل ونهار، لو ادوني الاثنين على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى يظهره الله أو أموت في سبيله. أنت منتمي؟ هو إيه علاقة الانتماء ده بالرضا؟ يعني إيه علاقة أن أنا أكون منتمي للإسلام بالرضا؟ ما يا عم ما كفاية عليه أنه بيصلي، ما هو ممكن واحد يجي لا والله مش كفاية يا عم بيصلي ده صايم رمضان، يا عم والله مش كفاية. ليه مش كفاية؟ لأن مش أنت اللي بتنتمي للإسلام عشان خاطر الإسلام، ده أنت اللي محتاج. ده ربنا بيقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم حيبوا أحسن منكم. أنت اللي محتاج. ليه؟ لأنه لا علاقة بالرضا. إيه العلاقة بين الانتماء للإسلام والرضا؟ نروح لعلم النفس الإيجابي. مارتن سليجمان بيقول لك لن تصل إلى حقيقة السعادة حتى يكون هناك معنى كبير في الحياة يحتويك وتنتمي إليه، ولن يشبعك الانتماء الجزئي حتى يكون هذا المعنى كبير وكبير. يعني أنا منتمي، الناس ليه بتنتمي؟ أنا منتمي للنادي الأهلي، أنا منتمي للنادي الزمالك، أنا منتمي لريال مدريد، أنا منتمي للعيلة، أنا منتمي للعشيرة، أنا منتمي للقبيلة. انتماء جزئي، انت محتاج انتماء كبير تنتمي اليه. طب ده كلام مارتن سليجمان، ده كلام يعني ماشي، كلام ماشي، لكن في واحدة خطيرة اسمها باربرا فريكتسن عملت دراسة دقيقة اكتشفت ان اعلى انواع الرضا رضاك عن معتقدك. المعتقد بتاعك يعني ايه؟ قامت قايلة اشباع رضاك من معتقدك، انك تشبع رضاك من معتقدك يمثل 70% من رضاك الكلي. لو اشبعت رضاك عن معتقدك انا راضي عن معتقدي، انت اشبعت 70%. ليه؟ قلت لهم لان كل انواع الرضا التانية متغيرة، بتيجي وتروح، ممكن تيجي وممكن تفقدها، لكن الرضا عن المعتقد ثابت، فلو فقدت كل حاجة معك 70%. شفتوا الفكرة جاية منين؟ طب وهي جابت الكلمتين دول منين؟ عملت دراسة على الناس ساعة المصايب الكبيرة، فقد الأهل والأولاد، فقد الفلوس، مين اللي بينهار ومين اللي بيزبط؟ اللي ما عندوش معتقد منتمي إليه بينهار حتى لو كان بيتعبد، واللي عنده معتقد منتمي إليه ما بينهارش لأنه عنده 70% رضا. أما كلام قوي بشكل. دلوقتي نبدأ نفهم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا جماعة هو ده دعاء ولا ذكر ولا ستيتمنت ولا سلوجن ولا شعار ولا يعني ولا ده إعلان يومي؟ والله كأنه ديكليريشن، كأنه إعلان يومي، كأنك كل يوم الصبح بتعلن رضاك عن معتقدك. عمركم فكرتوا في الذكر ده كده؟ كل يوم الصبح أنا منتمي، رضيت بالله ربا، أنا فخور وبالإسلام دينا، أنا معتز وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أنا منتمي. إيه ده؟ إيه الإعلان ده؟ هو ده ذكر؟
ولا ده إعلان ولا ده يعني تقف كده كل يوم الصبح كأنك بتعلن القسم. أما حتة ذكر لا. وبعدين النبي يقول لك إيه؟ من قاله حين يصبح ثلاثا وجب على الله أن يرضيه في ذلك اليوم. ليه؟ لأن أنت مكفي 70%. ما احنا فهمنا بقى من علم النفس الإيجابي. ليه وجب على الله أن يرضيه؟ ما أنت معك 70% هتبقى راضي. مسكين اللي مش منتمي للإسلام، مسكين اللي ما عندوش أنت، أما حيشبعك بشكل، أما حيكفيك بشكل، وتيجي مصايب الدنيا بس الحمد لله معي 70%. أنا منتمي للإسلام. الانتماء للإسلام يرفع روحك المعنوية. اوعى، لازم تفتخر يا جماعة، لازم تبقى فخور ان انت مسلم، لازم تبقى فخور ان من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الانبياء، سيد الخلق، حبيب الله. قولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لازم تبقى شاعر انك منتمي الى الله، وانا فخور ان انا عبدك. انا مش مكسوف، انا مش مكسوفه من حجابي، انا ما قلعتش الحجاب عشان مكسوفه. مكسوفه؟ انت مش مفتخره بالحجاب؟ انت مش مفتخرة انك منتمية؟ انت عشان عايزة تقعدي في وسط اصحابك وحاسة انك زيهم فمكسوفة تقولي ومنطوية ومنزلة راسك؟ والله العظيم عيب عليكي، والله العظيم عيب عليكي. ده انت في شدة الافتخار. فبيعلمك بقى كل يوم الصبح تقول ثلاث مرات، ويقولك كل يوم ثلاث مرات، ويطمنك. وجب على الله، وجب ان يرضيه المنتمي. شوفوا الأمثلة الجميلة دي إزاي الانتماء للإسلام والفخر بيه يعوض. السيدة أم عمارة دفعت عن النبي يوم غزوة أحد فقطعت يدها اليمنى وهي بتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة النبي والنبي بشرها بالجنة، وبعد وفاة النبي وفي عهد عمر بن الخطاب لما كانت تحصل عزومة وستات متجمعين ما تقدرش تروح علشان هي مش هتقدر تاكل قدامهم وزراعها مقطوعة. فعرف سيدنا عمر بن الخطاب إنها ما بترضاش تدعى للعزومات، فقال يا أم عمارة أتخجلين من شيء سبقك إلى الجنة؟ فبكت وقامت عاملة دراعها المقطوعة كده بكم بتاع، وقالت الآن أتيه على النساء بذراعي المقطوعة. دلوقتي يا إيه ده؟ أنا إزاي؟ أنتوا إزاي ما تبقاش فخور كده؟ أيها العبد إنما يرفعك ربك بانتمائك لله. أيها العبد إنما يرقيك الله بين الناس مش بخجلك من دينك ولكن بافتخارك بدينك. أيها العبد وانت داخل على العشر الأواخر عيب عليك تبقى داخل عايز الجوائز وتمشي ومليش دعوة بدينك بس اديني الجوائز. عيب عيب، دي مش رجولة. وإحنا داخلين على العشر الأواخر أنا فخور، أنا نفسي أعمل حاجة لدينك يا رب، أنا بحب دينك يا رب. أعرف بنت في ثانوي، في ثالثة ثانوي، هي محجبة وفي مدرسة انترناشونال، وكان في حفلة في المدرسة فقالت لمامتها أنها مش رايحة، وكانت سمعت مني قصة أم عمارة فلقيت نفسها بتقول لمامتها، مامتها بتحكي لي، قالت لمامتها أنا عملت ريفليكشن على قصة أم عمارة عليا، أنا إزاي مكسوفة إن أنا أروح الحفلة؟ أنا رايحة، أنا رايحة ومفتخرة بحجابي. السيدة أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، بس هي بنت مين؟ بنت أبو سفيان. مين أبو سفيان؟ سيد قريش اللي بيحارب النبي، يعني أبوها بيحارب زوجها. زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وأبوها سيد قريش اللي بيحارب النبي أبو سفيان. بص الصحابة يقول لك إيه؟ فكنا نعرف أنها عابدة لله، ولكننا كنا نسأل لمن يكون انتماؤها. يعني طبعا هي مسلمة وعابدة، بس قلبها أبوها ولا؟ لغاية ما أبو سفيان جه للمدينة علشان يفاوض النبي بعد ما خانوا العهد قبل فتح مكة قريش، فجاي علشان يعني يحل المشكلة، فمش عارف يدخل فين ويروح فين، ده هو بيحارب المسلمين، فقال أروح بيت بنتي، بنته اللي هي مرات النبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة، يعني هيروح بيت مين؟ هيروح بيت النبي، فالنبي مش موجود. فدخل عليها فرحبت به وبرته فقال أجلس يا بنيتي، فجي يجلس على سرير النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت شد اللحاف، فقال يا بنيتي، هي شدت اللحاف، أرغبت به عني أم رغبت عني به؟ هو مش لايق علي ولا أنا اللي مش قد اللحاف؟ قالت يا أبتي هذا سرير رسول الله وأنت تحارب رسول الله، وما كان ينبغي لي أن أجلسك
على سرير رسول الله، ما أقدرش، ده سرير النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لقد أصابك بعدي شر. قالت: لا والله ما أصابني بعدك إلا كل خير. وهي برة بس، لا دي 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 حتة بتاعت النبي. يا مدين النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لأشياء، مش سرير، مش لحاف، وانت ولا فرق معك، ولا فرق معك، ولا يخصك، وصايم رمضان مش كفاية، مش هتوصل للرضا، مش هتوصل لتمام الرضا. بص قاعدة النهاردة بعد الكلام اللي احنا بنقوله ده كله: رضاك عن حياتك يبدأ برضاك عن معتقدك. ردت كل يوم من قلب يملأه الانتماء والاعتزاز والفخر، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قاعدة رائعة للحياة. قولوا معايا، والناس اللي والشباب اللي حاضرين معانا قولوا من قلوبكم، قولوا معايا: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. العجيب إن ربنا سبحانه وتعالى حاطط لنا في الدين دون اللي يخلينا في منتهى الفخر وإحنا مش راضين. بصوا الآية الجميلة، آخر آية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم. أما آية رقيقة بشكل، أما آية وإحنا داخلين على العشر الأواخر تخليك تقول لا 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 مش حصلي وبس، حصلي وبحبك يا رب، ونفسي يا رب أطلع من رمضان أعمل حاجة، نفسي أشتغل عندك، نفسي أعمل لك حاجة يا رب، بحب دينك يا رب، بحبك يا رسول الله، فخور. بص الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، مبروك، كملت لكم دينكم، وفي أمم تانية ما اكتمل لها جدنها، وأتممت عليكم نعمتي، مديكم هدية اسمها الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. أيرضاه الله لنا ونخجل منه؟ هو يقول لنا رضيت لكم الإسلام دينا وأنا مكسوف منه؟ والله عيب، والله لا يليق أبدا أبدا. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ردد من كل قلبك بمنتهى الانتماء والاعتزاز والفخر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طب أنا عايز أساعدكم أكتر، نغرسها أكتر، خمس نقاط قوة رائعة في الدين الإسلامي مش موجودة في أي حاجة تانية في الدنيا، تخليك كده أنا منتمي. فهقولكم واحدة واحدة، وبعد كل واحدة نردد القاعدة ونردد هذا الذكر اللي كل حد بيشوفنا ينوي ويعاهد ربنا أنه هيقوله كل يوم إن شاء الله صبح وبالليل، وهو مطمئن كمان أنه هو ربنا هيرضيه ويغرس الانتماء في قلبه. النقطة الأولانية: الإسلام دين رائع، دين متصالح مع الكون والكائنات. الغرب في صراع مع الكون والكائنات. الغرب قايم على فكرة قهر الكون، الغرب قايم على فكرة أنا سيد الكون ولازم أقهره. الإسلام قايم على فكرة أنا متصالح مع الكون، الكون الصديق، وربنا مسخرهولي عشان أنا وهو عباد لله عشان نصلح الأرض. عشان كده الغرب هو اللي أفسد في البيئة، مش إحنا اللي أفسدنا في البيئة. عشان كده الغرب قايم على فكرة الصراع، إحنا مش قايمين على فكرة الصراع، إحنا قايمين على فكرة الكون الصديق. شوفوا النقطة دي وشوفوا الآيات: سبح لله ما في السماوات والأرض، الكون كله ماشي مع بعض. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، والشمس والقمر والنجوم والقمر والدواب كله ماشي في مظاهر التسبيح لله، وانتوا كمان في مظاهر التسبيح لله. شوفوا فكرة الكون الصديق، والنبي صلى الله عليه وسلم يبص للقمر لما يطلع ويقول له ربي وربك الله ويبتسم. كنت بعلمها لعلي وعمر وهم صغيرين، أقول لهم بصوا القمر، بصوا النبي كان بيعمل إيه، يبص للقمر ويبتسم ويقول له ربي وربك الله. إيه ده؟ أنا متصالح مع الكون. يا الله، شوفوا الإسلام المتصالح مع الكون. ومكة أول محمية طبيعية في العالم، ده احنا سابقين قوي الغرب بيعيرنا دلوقتي، ده احنا سابقين قوي. محمية طبيعية، ممنوع وانت في الحرم وانت محرم وانت في الحج تقطع شجرة او تحرق زرع او غيره. مرة كنت في حجة وكنت لسه صغير قوي، فانا وشاب صغير مسطحين فوق الاتوبيس. عارفين يعني ايه مسطحين؟ يعني انا حجيت مسطح. يعني ايه؟ يعني فوق السطح. فقاعدين فوق سطح الاتوبيس، والاتوبيس بقى ماشي رايح بقى ولابسين لبس الاحرام، فجت شجرة فوقينا، فكل ما تيجي شجرة الولد يقوم شدد الشجر. أبوه دفع دبح محمية. أول محمية طبيعية في العالم. أنتوا عارفين ليه الصيد محرم في الأشهر الحرم في الإسلام؟ لأنه موسم التكاثر الكائنات والحيوانات.
احنا اول ناس عملنا الكلام ده. انت لازم تبقى فخور انك مسلم، انت لازم تبقى فخور ان دينك دون هذا الدين. انا منتمي لهذا الدين، الدين الحضاري. ايه الحضارة دي؟ ايه الحضارة دي؟ مش مسألة انتماء وقوة وبس. انا جايب لكم خمس نقط اوريكم ده دين عظيم، ده دين حضاري. انت مكسوفة من تدينك علشان اصل انا عايشة في وسط مجتمع متحضر؟ والله العظيم ده احنا، ده الاسلام هو اللي حط الحضارة. ورضيت لكم الاسلام دينا. طيب بصوا النقطة التانية، دين الحرية الدينية. يعني ايه دين الحرية الدينية؟ مفيش دستور في العالم ولا في دين في العالم حاطط القاعدة دي، لا إكراه في الدين. مش بس مسلم وكافر، ما تحجبش بنت غصب عنها، ما ينفعش تعمل كده، لا إكراه في الدين. ما تخليش حد حيصلي غصب عنه، لا إكراه في الدين. هي الآية دي نزلت فين؟ قبل ما النبي هاجر من مكة للمدينة، ستات المدينة كان بيموت لهم العيال، كل ما تخلف ولد يموت، فهم وثنيين بيعبدوا الأصنام، فكانوا يودوا ولادهم لليهود ويقول لهم خليه يهودي علشان يعيش، عشان شايفين إن اليهود أرقى منهم، حاسين جواهم كده. فهاجر النبي من مكة للمدينة، الستات دول أسلموا والأباء دول أسلموا، فعايزين يرجعوا ولادهم بالعافية يبقوا مسلمين. فنزلت الآية لا إكراه في الدين. انت بتقول على الدين ده دين متشدد؟ انتوا بتتهمونا يا غرب ان الدين ده متشدد؟ شوف الكلام الرائع، شوف الرحمة. لا كهنوت في الاسلام، يعني ايه؟ مفيش حد يسيطر على حد، حتى لو كان النبي وربنا يقول له فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. اللهم صل على سيدنا محمد. انتوا بتقولوا ايه؟ ايه الدين العظيم دون؟ هو معلش، هو في دين كرم الاديان الاخرى قد الاسلام؟ هو أهل الكهف دول مين؟ هما شباب مسلم ولا مسيحيين من أتباع سيدنا عيسى ومكرمهم في القرآن وهي الصورة اللي في نص القرآن؟ هي السيدة مريم دي مين؟ أنا أعرف واحد مسيحي مصري يحب كل يوم بالليل يسمع صورة مريم، بيقول لي مفيش في الإنجيل كلام على السيدة مريم زي اللي في القرآن. هما آل عمران اللي هي تاني أكبر صورة في القرآن دول مين؟ دول عائلة المسيح عليه السلام؟ إيه ده؟ أنت بتقول إيه؟ ده وفد نصارى نجران لما جم يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم وسابوا نجران وجم رهبان جايين بلبس القساوسة، بالصلبان، باللبس الخاص، الزي الخاص بتاعهم. فقال الصحابة يا رسول الله 70 واحد نبني لهم خيام يقعدوا فيها، قال بل أسكنوهم في مسجدي. هيقعدوا في المسجد النبوي؟ لو حد فينا اللي قال كده ممكن يحصل فيه ايه؟ النبي اللي قال كده. قال رسول الله ولكن يصلون صلاتهم. قال يصلون؟ ايه ده؟ قولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ده ما فيش حد دافع عن الأديان الأخرى إلا الإسلام. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع اللي هي معابد النصارى، وصلوات اللي هي سينجوج معابد اليهود، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. كان ربنا بيقول مطلوب الحفاظ على الأربعة دول. انتوا بتتهمونا بالتشدد؟ انت مكسوفة من دينك؟ انت مكسوف من دينك؟ قولوا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. النقطة التميز الثالثة والجميلة، الإسلام يأخذ بيدك للأحسن والأفضل تدريجيا دون تشدد أو عنف، مش مرة واحدة. الخمر اتحرمت على 3 مرات. تقول السيدة عائشة لو كان الله حرمها مرة واحدة لما استطاع الناس. واحدة 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 لغاية ما قال ركس من عمل الشيطان فاجتنبوه نجاسة، حد يشوف؟ ومع انه ما ابتداش كده، واحدة واحدة لغاية ما قال لهم دي نجاسة، حد يشرب نجاسة؟ حاجة مقرفة، وكمان من عمل الشيطان، نجاسة عملها الشيطان. شوف بس اتحرم تدريجيا الخمر في الإسلام. تحرير العبيد، الله، الإسلام ما قالش إعلان لتحرير العبيد، لأن الإسلام عايز ياخدنا واحدة واحدة، لأنه لو فجأة قال تحرير العبيد تحصل ثورة عبيد، والعالم ما كانش مهيئ. لكن كل ما حد يعمل غلطة يقول له تحرير رقبة. 7 كفارات في الفقه الإسلامي، لما تعمل غلطة تحرير رقبة، تحرر عبد، وبعدين عايز تاخد صدقة تحرير رقبة، وبعدين عايز تعدي يوم القيامة فلا اقتحم العقبة
وما أدراك ما العقبة. أعمل إيه بقى؟ فك رقبة أو إطعام، حط الإطعام رقم 2، فك رقبة رقم 1. فلما جه تحرير الرقاب، تحرير العبيد، كان الإسلام جاهز وقايلها من زمان، بس واحدة واحدة. دين ما فيش فيه بالعافية، ما فيش فيه تشدد. النقطة الرابعة، الإسلام دين رائع يجمع لك بين الدنيا والآخرة. ما فيش صدام، يا تاخد دنيا يا تاخد آخرة. لا 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 لا، البطولة تاخد الاثنين. وده موجود فين في الإسلام؟ في الحتة فين؟ في الإحسان، لأن الإحسان هو اللي جامع الاثنين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يعب المحسنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنا عايز الاثنين مع بعض. المسيحية روحانية بس، واليهودية مادية بس، الإسلام هو اللي جامع الاثنين. خد الاثنين مع بعض يا شباب ويا بنات. ليه ما تبقاش متدين؟ ما في صدام بين انك تنبسط في حياتك طالما بعيد عن الحرام، والحرام معدود 5-6 حاجات، وبين انك تبقى متدين. طب ليه لا؟ ليه ما تقربش من ربنا؟ ليه ما تجيش في العشرة الأواخر وانت ناوي تنجح في الدنيا وتنبسط بس قريب من ربنا؟ الخمسة والأخيرة، الدين الوحيد اللي لسه لغاية دلوقتي واقف قدام الانحرافات اللي موجودة في الأرض. مين اللي واقف قدام موضوع الخمرة وموضوع المثلية الجنسية في الأرض دلوقتي؟ كله سلم، مع أن المسلمين هم أضعف ناس في الأرض. لكن إيه الدين القوي ده؟ الدين الوحيد اللي ما سلمش. على فكرة كل الأديان الأخرى مش موافقة ورافضة، بس مش قادرة تقاوم. والإسلام اللي أتباعه أضعف دين هو اللي واقف وبيقاوم بمنتهى الشدة. لا يعني لا، ايه الصلابة دي؟ ايه القوة دي؟ ايه الدين القوي ده؟ ومع ذلك هو دين في منتهى الرحمة. على قد الصلابة دي على قد منتهى الرحمة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم والرحمة وهو بيوصي الجيوش، لانك ممكن تسمع الصلابة تظن، هجيب لك بقى اصعب حاجة، الجيوش بيقول لهم ايه؟ لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا شيخا، لا تهدموا بيتا، لا تحرقوا زرعا، لا تقطعوا شجرا، ستجدون رهبانا متفرغين للعبادة في صوامعهم فدعوهم وهم وما هم فيه، لا تغيروا عليهم ليلا. ليه يا رسول الله ما نهجمش ليلا؟ كي لا تروعوا النساء والأطفال. تهجموا الصبح بس. إيه الصلابة دي وإيه الرحمة دي؟ إحنا فخورين إن إحنا مسلمين. أحد المستشرقين كان يقول بعد ما درس الإسلام: يا له من دين، إيه الدين ده؟ لو كان له رجال، بس ملوش رجالة تشيله. شعار المسلمين في غزوة أحد: دينك دينك، لحمك دمك. دينك ده لحمك ودمك، ده كان شعار النبي حطه للمسلمين، لحمك ودمك. انت حاسس ان هو كده؟ المثنى بن حارثة في غزوة، في معركة من المعارك، قبيلت بني شيبان هي كانت ميمنة المسلمين، فالفرس دخلوا على الميمنة وعمالين يهزموا في الميمنة اللي هي قبيلته، وبقيت المسلمين ماشيين كويس، بقيت الجيش ماشي كويس، بس الميمنة ضعيفة قوي. فأم باعت جواب من المثنى بن حارثة إلى بني شيبان ميمنة المسلمين: لا تفضحوا المسلمين. بس لا تفضحوا المسلمين. فأروها فبكوا، قالوا: والله ما نحن الذين نفضح المسلمين. فجاء النصر من بني شيبان من الميمنة، اتقلبت المعركة واتهزم الفرس ودخلوا المدائن، وكان السبب القبيلة بتاعته بسبب كلمة بسيطة قوي: لا تفضحوا المسلمين. ما تفضحوناش، والله احنا مقصرين في حق ديننا قوي، والله احنا ما بنعملش حاجة، عيب علينا. انا في الاخر عايز اقول، انت لازم تشيل هم الاسلام، انت لازم تحب دينك، انت مش هتتكسفي من دينك من النهاردة، انت فخورة انك مسلمة، انت فخورة بحجابك، انت فخور بصلاتك، انت مستني العشر الاواخر مش بس عشان تصلي وتاخد الثواب وتروح، عشان انا بحبك يا رب، عشان انا بحبك يا رسول الله، انا عايز ابدأ املأ قلبي بحب الاسلام. انتموا يا ولاد، انتموا، وهذا الذكر يساعدكم. طب وده ايه علاقته بقى بمنزلة الرضا؟ ما انت مش هترضى الا بالطريقة دي، ما انت مش هتوصل للرضا الا بالطريقة دي. رضاك عن حياتك يبدأ برضاك عن معتقدك. ردت كل يوم من قلب يملأه الانتماء والاعتزاز والفخر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.